الله حيهم ومرحبا ألف. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. من أكثر الشربات اللي بحبها شوربة الخضار، جدا لذيذة ومفيدة، لازم تجربوها. راح نبدأ نسوي الشوربة، شوية زيت والقدر، وراح أضيف البصل ونقلبه لحد ما يذوب. عندي هنا شوية معجون الثوم والزنجبيل، راح أقلب شوية، بعدين راح أضيف جزر الخضار حسب ما تحبه. عندي هنا بازيلا، بطاطا، راح أقلبهم سوا. راح أضيف مية، طبعا المية حسب ما بدكم، حسب حاجتكم. عندي هنا كزبرة وكمون وفلفل أسود وملح وشوي كركم، كركم كتير بيعطي فائدة صحية للوصفة. خلص كده راح أخليها تستوي، وما تكتر ملح لأنه بالنهاية بعد ما يستوي الخضار راح أضيف ظرف شرب الشعيت ماجي ونطفي النار. خليه كده 5 دقايق ونطفي النار. من أكثر الشربات اللي بحبها شوربة الخضار، جدا لذيذة ومفيدة، لازم تجربوها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. والله والله يا صاحب المعروف المعطاء الكريم اللي يكسب المعدوم واللي يعين على نوائب الحق واللي يوقف مع الناس، والله لا يخزيه الله أبداً.